حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مكملين معاكم باقي فقرات برنامج ليالي الكويت. اليوم انا جدا سعيد لاني اليوم راح التقي بفنانه من جيل الفنانات اللي صنعوا الكوميديا بالخليج. تسمع منها افي او جمله توصل لك رساله من قضايا المجتمع، اكيد عرفتوها. معي اليوم الفنانه البحرينيه الكويتيه سعاد علي. مساء الخير. مساء النور، وانا سعيده ومبسوطه واكثر من سعيده وفرحانه اني متواجده في بيتي الله. تلفزيون الكويت الجميل الرائع، وانا مستانسه اني انا موجوده بهالبرنامج الجميل المتابع. اكيد احنا قاعد نقول الفنانه البحرينيه الكويتيه لانك من خريجه المعهد العالي في الفنون المسرحيه طبعا. وانا يسعدني هذا الكلام اللي تقوله وهذا اللقب اللي تقوله، لان فعلا انا تاريخ بنيته من خلال الكويت، من اول ما بديت الدراسه بالكويت بالمعهد العالي في المسرحيه لابتديت انطلاقتي الفنيه، كانت الكويت هي الحاضنه لي، الداعمه لي، الساحه اللي انطلقت فيها في ان انا اكون لهذا التاريخ الجميل وان اكون لي بصمتي في الاعمال الفنيه اللي قدمتها. نعم، راح نتكلم عن هذا التاريخ بالكويت، لكن شوي برجع مره ثانيه حق البحرين. ابي ابارك لك بالبدايه على الفيلا الجديده، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. ان شاء الله منزل مبارك مثل ما نقول. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيكم عندي، شرفونا. ودنا كنا نكون البحرين، قدمنا لك شي هديه ونزورك اكيد. يا حياتي، بس باقي المطبخ هديتكم دائما واصله. المطبخ الخارجي كنا باقي بعد. هذه اسرار. اسرار. العصفورة اللي افتنت عليه يبي لها تقصص ريش. هني ويانا اليوم. سلم عمرك. انزين، قبل ما نتكلم وياك يمكن سعاد عن الاعمال الدراميه والاعمال الفنيه وهذه المسيره، بروح حق جيل المعهد العالي في الفنون المسرحيه. كان معك اكيد مجموعه من الاصدقاء من الفنانين اللي طلعوا، من اليوم تتذكرين منهم وتحبين تمسين عليه بالخير؟ كل زملائي اللي موجودين اليوم في الساحه، منهم اصدقاء وزملاء، كان استاذ داوود حسين، طارق بعدنيه، استاذ جمال الردهان، لا حد يزعل مني يمكن لان موجودين في الساحه الحين ما شاء الله عليهم، لهم بصمتهم. انتصار الشراح، كنا في نفس السنه، جيل كوميدي كله كنا. ايوه، معنا احمد جوهر، معنا مجموعه كبيره اليوم تلقاهم في الساحه ما شاء الله عليهم، دائما قاعدين يثرون الساحة بأعمالهم الجميلة. نعم. اللي احنا نشوفهم والمشاهد يشوفهم ونستمتع معاهم، فهذول والكثير والكثير قد ما تحضرني الذاكرة، سواء كانوا من البحرين او من قطر او من السعودية او من عمان، فكنا مجموعة جميلة جدا. هذه مجموعة من الاسامي اللي ذكرتيها، لكن ذكريات المواقف اللي كانت تصير على المسرح شنو تتذكرين منها؟ اتذكر الكثير. اول شيء انا المعهد احس انه اسسني واستفدت الكثير من المعهد. المعهد له ذكريات جميله جدا، احس انه يعني الذكريات اللي حتى مات المراهقه اللي تونا منها 17 18 سنه لما التحقنا بالمعهد. ف شا اقول لك يعني انت من المواقف اللي قاعده تصير في مواقف كوميديه، انكم مجموعه من الفنانين، كل الاسماء اللي ذكرتيها كلها، داود حسين، طارق العلي، يمكن صار شرح، كلها اسامي فنانين كوميديا. المشاغب العود كان في دفعتنا احمد جوهر، وكان يسوي مواقف كثيره فينا، ومنها من ضمن مره من المرات دخل علينا احنا عندنا لسته فيها طلبه من بدايه السنه لاخر السنه، تنزل اللسته في طالب من اليمن مايه ما التحق معانا في الدفعه، فبدل ما نكون 13 طالب كنا صرنا 12 طالب بغياب هذا الولد من بدايه السنه لاخر السنه. عندنا استاذ يعطينا انجليزي، مالت الانجليزي، فالاستاذ وعلي يعطينا في الاسبوع مره يعطينا الماده، ذاك اليوم مالهم مزاج الشباب يسمعون انجليزي يحضرون المحاضره او شيء، فرتبوا مقلب ما كان على بالنا، كنا انا وطالبات وانتصار وكلنا قاعدين، قالوا لنا ان استاذنا بنقرا الفاتحه لروح الطالب اللي ما داوم معانا اليمني، طالب اليمني، طالب اليمني، وفعلا وعلي. وتاثرت وصلنا بالموضوع، انا طبعا نزلت راسي اضحك، ظن الاستاذ انا اصيح. بس انا ما كنت، انا اضحك على الموقف اللي صار لاني تفاجات فيه، فشطانه الطلبه وحياه الطلبه جميله جدا. نعم، يمكن هذه الايام وهذه اللي يمكن الكوميديا اللي موجوده اليوم في سعاد علي، هل هي موهبه او دراسه او فطره، شيء تحسينه موجود فيك؟ انا
بصراحة ما كنت واعي حق هذه أنا يمكن القشمرة والضحك وحياتي العادية قشمرة ومرحة، فبس ما كنت واعية حق نقطة الكوميديا اللي فيني. الله يرحمه الأستاذ عبد العزيز المنصور، سويرم الفال كنا سويرم الفال. حتى صار نقاش مع الأستاذ فجر سعيد الله يذكرها بالخير، ياو حق شخصية سويرة، انتقوا الشخصيات حق العمل، ياو قالوا سويرة، قال لها أستاذ عبد العزيز الله يرحمه سعاد علي، قالت له لا أنا شفتها كلها دراما، ما أعتقد بتسوي هذه الشخصية. شخصية مدروسة كوميدية جميلة، كانت كوميدية موقف، يعني نص مكتوب، نص مكتوب جميل عليه أو أشياء. فكانت أستاذة فجر كانت تقول لا لا أنا مو شايفة سعاد. فقال لها لا أنا أبي بروج إن فيه سعاد عندها هالجزئية من الكوميديا وراح تشوفينها، لأن هو أستاذي درسني وفي عشرة معاه يعني كطالبة وأستاذ، وبعدين عقب ما تخرجت وواصلت معاه على المستوى الأسري، فكان يحس بهالشغلة بس أنا ما كنت حاسة فيها. أنا مرحة وتقشمر بس ما كنت حاسة فيها. فلما جيت قال لي بيسوون الخط الكوميدي سويرة، قلت له أنا خايفة من الشخصية هذه، هي محطة جميلة في حياتي، انطلاقة جميلة، مع أنها سبع حلقات يمكن، مع أنها ثمان حلقات بس كانت. انطلاقة إلى دخول الكوميديا كانت بالنسبة لي رهبة. أنت ممكن تستحوذ على الناس في العمل الدرامي وتعيشهم معاك وتأخذهم معاك، بس شلون بتضحكهم؟ شلون بتسحب الضحكة من قلبهم؟ شلون بتخليهم يتجاوبون معاك ويحبونك؟ شلون بتكون حضورك عندهم؟ شلون بتقبلونك داخلهم؟ فكانت هذه أمور كثيرة. ومن كان معاي بيوقف قدامي؟ أستاذ خالد العبيد. نعم. فهذه الشخصية اللي إحنا ربينا عليها وشفناها شلون بوقف جدامها؟ فنان قدير، لكن وجه له تحية. وغير الشخصية يمكن سعاد حتى اللبس الخاص فيك، طريقة العباية، الشيلة الموجودة، الفال اللي قطينا، كل هذه الأشياء. هذا كان أستاذ عبد العزيز الله يرحمه، كنا نسوي بروفات طاولة، والبروفات الطاولة كنا نقعد نسوي دراسة للشخصية، شنو يبي؟ كان يتكلم معي ساعة تأخذني على جنب يقول لي أنا بالشخصية تقومين من الفراش أتين على موقع التصوير اللوكيشن، لا تمشطين شعرك ولا تغسلين وجهك. أقول ها ليش؟ ما يصير أستاذ. قال لا 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 بتشوفين. وفعلا سوينا شخصية والحمد لله الحمد لله الحمد لله لقت النجاح ولا زالت اليوم باقية في كان فيها إفيهات في الناس. فيها إفيهات لحن الناس يذكرونها، ولا فيها مثلا كنت تغنين شيء ولا لا؟ أي كنت أقول قضة بضة اللي حط البرقوت على خدها قضة. وكنت أغني سامريات حق سامرية. خلنا نسمع سامرية عاد اليوم. سامرية السامرية اللي غنيتها أنا والله ما بتذكرت السامرية، بس عموما أنا أحب السامريات. كي غششونه تهني. غششونه إيه. من اللي قاعد رشش يا سعود؟ نسمع يا سعود؟ نسمع يا سعود؟ يلا يا سعود إذا تبين فرقة سعدش فلامنجو هني يساعدونك يا سعود. لا لا أنا ممثلة، خلي الناس تحبني ممثلة. يحبونك بس الفنان اللي أدي بعد. يقولوا لي لا. خلنا نسمع الحين ونجرب مع المشاهدين. يلا. ها شباب يا سعود؟ يلا. بعد مايك خلاص. لا. أنت فيها الحين يا منيتي. يلا يا منيتي نخلي يا سعود بعد شوي. يلا العصفورة مبينة ويانا على الشاشة. العصفورة؟ إيه. المشاهدين الحين قاعد يشوفون. كل التحية والحب لك. أنا ابتدي؟ إيه تهم فنانين هم اللي يبتدون أتوا الفرقة قبل كيف؟ يا منيتي نازل خاطري لا تحرجني. لا حلوة والله حلوة. حبيبي شمعة الجلوس. يلا. حبيبي شمعة الجلاس، حبيبي شمعة الجلاس، ولا كون بس ما قاعد يروح. هم ناطرين منك البداية. يسلم صوتك. راح ناخذ بعد شوي مع العصفورة أكيد إن شاء الله. في دوزنا ودوزنا صوتي. يلا الحين بيصيدون الطبق الخاص يعني؟ إيه أكيد يقدرون يبدعون.
مايكم خلي وياك شوي يمكن تغنين وياك يعني انطلق اي راح تنطلقين بعد شوي تفضل يمكن راح اروح الحين من دائرة الايام الى شوي الكوميديا هذه ابي اضل شوي فيها دائما يمكن بعلم النفس يقولون ان الانسان الكوميدي ممكن يعالج مواقف تصير بالحياه يقول لك ناس مثلا تكون عندهم مصاعب او شيء ودهم بالكوميديا الموجوده عند سعاد علي يطلعون من الحاله النفسيه اللي هم يعيشونها ولا تحسين لا الإنسان الكوميدي بالعكس هو أكثر إنسان يكون في حزن داخله لا مو شرط يكون داخله حزن الفنان الكوميدي لا هو عندنا مواقف وقضايا ومن خلالها نقدمها بطريقة كوميدية خفيفة ما تكون مثل ما تقول تعرف احيانا انت تطرح موضوع او تناقش موضوع تكون جدي فيه او تزيد من الم مشاهدينك ففي عند المشاهدين يقولون لك عطنا جرعه من الكوميديا وقدم اللي انت تبي من خلال الكوميديا فمو شرط احيانا في كوميديا اللي احنا نقول عليها الكوميديا السوداء تقدم مآسي بس هي كوميديا تبكيك وتضحكك في نفس الوقت أحيانا تكون فعلا الكوميديا نابعة من ألم بس مو دائما لا نبي من أكثر شخصية اليوم تضحك سعاد علي من الفنانين سواء العرب أو الخليجيين حتى أنا شوف أنا يضحكني دائما الموقف أي فنان يصير يقدم عمل كوميدي ويصير هناك مواقف تضحكني حتى بالنسبة لي نبي أسماء معينة من الفنانين الكوميديين الموجودين والله صدق أنا أتفرج على العمل وتلقاني أضحك في وايد فيه وايد بس ترى مو بالسهولة تأخذ الضحكة من الناس مو بالسهولة يعني معقولة ولا فنان من الفنانين الموجودين يضحكون سعاد علي اليوم؟ لا أنا ما قلت لك لا في بس أجلس أعدد ما أقدر يعني مثلا أجلس أتفرج على طارق أضحك مع منى في مسلسلهم زين أتفرج على داود أضحك أتفرج على علي الغرير أضحك علي الغرير البحريني على طارق معاك لما في مسلسل مع منى أضحك لا في شكلتي هم دوتي وجيد وناجح مع منى شداد تحية لها إلهام الفضالة مع أستاذ إلهام الفضالة مع هذا هي شعيبي سوينا عمل سوق الحريم الأعمال الجميلة اللي نزلت وسوينا مع بعض مسلسل بنات الروضة وإن شاء الله راح يكون في عمل جاي راح يكون إحنا الجروب نفس الشيء حلو عشان خلينا نتكلم شوي على العلاقات وسط الفني هل في صداقات في غيرة نسمع عنها حسد شنو تشوفينه من خلال يعني احتكاكك بالوسط الفني أنا بالنسبة لي احتكاكي في الوسط الفني يعني بدون مبالغة ولا أقول مثلا أجامل أو أبالغ في هالموضوع أنا بعيد عن المشاكل ما في مشاكل أنت حتى في أي مهنة فيها مشاكل ترى في أي مهنة بس هي مو مشاكل هي اختلاف وجهات النظر عرفت يعني ما بيصير بيني وبين زميل مشكلة اختلاف وجهات النظر من خلال نص أو من خلال وجهة نظر على عمل بس ما هي مشكلة ترى لا أحيانا هذا الاختلاف وجهات النظر يؤدي إلى أن أنت تنتج وتبدع في عمل ويظهر عمل جميل جدا حق الناس لأن في النهاية يا نتفق على رأي أو نختلف بس في النهاية نقدم العمل الجميل حلو. فهي مو مشكلة إحنا لا إذا بتي بتقول في كل المجالات وفي كل الأعمال راح تلقى هناك وجهات نظر مختلفة فيها في بعض الفنانين يسوون مشاكل يعني هالأيام في وسائل التواصل الاجتماعي يخلقون نوع من المشاكل هذه اللي يمكن أنت وايد بعيدة عنها لأنه مو وايد متواصلة أنا هذي؟ فعلا هذا اللي يسمونه الانستغرام مثلا ضاع مني وأنا ما أدري عنه خلاص خليتي وخليته يريح شوي ومريح راسي وعموما أنا الجهاز هذا غير ألو وأحب الواتساب لأنه فيه خصوصية لما بتواصل مع أي شخص يعني بتكلم معه وبسأله أو بيكون بيني كلام فبيكون في خصوصية غير لما يكون في هو يمكن زين لأن في عندنا الحين ما شاء الله في الميديا شيش الميديا وهالناس ظهر مشهورين وايد لما يقولون لي هذا في شيش الميديا مشهور وكذي يمكن أنا مقلة ما أتابع بس
ما تابعين. مو محب لها. حلو، بروح حق الاعمال ان شاء الله، ما بقى شيء على شهر رمضان الكريم، اكيد نقول لك كل عام وانت بخير مقدما. نبي العمل اللي قعدتوا تصورون فيه فتره طويله، الحرب العائليه. الأولى. الحرب العائليه الاولى والثانيه والثالثه، هو الجزء صورته. الاول والجزء الثاني والثالث صورناه في خلال 80 يوم. 30 حلقة 30 حلقة مسلسل تركي راح يصير. هو مثل ما تقول الجزء الأول الجزء الثاني الثالث، يعني الأجزاء مثلا الأول يقدمونه في سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة، فهم جهزوا لأسباب كثيرة سوينا احنا ثلاثة الأجزاء مع بعض. أولا كاستديو أنت مأجرة، كديكور، هذه بعد رؤية منتج، يعني يقول لك أنا مثلا باي أسوي الديكور السنة وبذاك المبلغ وبرد كسرة وبرد أسوي الجزء الثاني وبرد أسوي الجزء الثالث، فأنا حاط في بالي أني بسوي ثلاثة أجزاء لما يكون عندي نص جاهز وممثليني موجودين زين والوقت عندي، فأنا أسوي هذه ثلاثة الأجزاء زين. هو صح ترى يعني كإنتاجيا صح يكون الشغل جاهز كل العمل، لأن أنت لما بتعيد بناء ديكور كان يكلف على المنتج. صح راح يكلف المنتج، وهذا حرام يعني لما يسوي وعنده النص جاهز لثلاثة أجزاء يصورها ويخلص منها ويبقى عاد العرض حق القناة، لأن القناة هي طالبة منه ثلاثة أجزاء حق طول السنة، يعني ما راح يقدم على ثلاث سنوات، راح يقدم على سنة كاملة دورة كاملة إن شاء الله. حق سنة كاملة. نتمنى لك أكيد التوفيق في هذا العمل. اليوم نشكرك على وجودك في برنامج ليالي الكويت. عندنا العصفورة اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي ما رضيت تغنين، لكن هي راح تجي ويانا إن شاء الله وراح تغني وياك أو تسمعين إهداء راح تقدمه أكيد الفنانة العزيزة منى شداد. حياك الله. هلا 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 حبيبتي. هلا حياك الله أكيد منى جميلة. في ليالي الكويت إن شاء الله منى. عاد تعطينها الحين سعاد المايك. أنا بصراحة صوت من الأصوات الجميلة الدافية. سلام بالخير. الله بالخير حياك الله. حق البحرين الحبيبة ها؟ أي عليك والكويت العزيزة. هلا يا منيتي يا سلا خاطري وأنا أحبك يا سلام. أنا ليه الجفا ليه تهجرني وأنا أحبك 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 يا سلام. يترنم على البنا عشير القمر والروض على غصن السلام، يذكرني بأحبابي يذكرني بأصحابي وأنا أحبك يا سلام. وعاشت البحرين ومملكة البحرين ودولة الكويت. الله يسلم عمرك حبيبتي. يسلم صوتك يسلم صوتك يسلم صوتك. نورتينا اليوم اكيد في ليالي الكويت فنانة منى شداد. اي يبيلا اكيد. اي علي ما تغني لنا سعاد. انا اشكرك اليوم على وجودك. انا ما اعرف تأدين يعني أدي على حسب ما تتطلب الشخصيه مني. وبعدين احنا ترى المشهد نصور. واويلا واويلا شرقي حوالي واويلا. حياكم الله نورتونا اليوم في ليالي الكويت. احنا وصلنا كذي الى ختام هذه الفقره، راح نستكمل باقي فقرات برنامج ليالي الكويت.